كيف غير الكورونا حياة الأسر والأزواج؟ الكورونا غير حياة الأزواج والأسر على مستويات مختلفة. فمثلاً أول مستوى، لو كان الزوج أو الزوجة بيشتغلوا وأثناء كورونا قعدوا مع بعض، فاضطروا أن هم يعيشوا ويقضوا مع بعض أوقات أطول من اللي كانوا بيقضوها مع بعض قبل كده. فلو كان في نوع من أنواع الصراعات أو كانوا بياخدوا أجازة من بعض شوية، أصبح مفيش أجازة فمضطرين أن هم يتعاملوا مع بعض طول الوقت، أو أن هم نتيجة للقعدة مع بعض طول الوقت قربوا من بعض أكتر، فممكن يكون نتيجة إيجابية. كمان في مستوى تاني، أنه لو الزوج مثلا بيشتغل في بلد تانية ومش قادر يرجع، أصبح ده برضو بيشكل عبء لأنه مش قادر يرجع لأسرته ومش قادر يكون موجود معاهم، أو العكس تماما برضو. كل العوامل دي أو كل الحاجات دي تأثرت جدا، وبالتالي حياة الأسر والأزواج حاليا مختلفة تماما عما كان سابقها. بالإضافة لمسألة قفل المدارس وقفل الحضانات كمان، فالولاد بالبيت طول الوقت، فبقى في عبء شديد على الزوجة أو على الأم في التعامل مع كل هذه المشاكل وكل هذه التغيرات مرة واحدة. مزبوط. تأثير كبير يعني طبعاً. كورونا قلبت حياة الناس رأسا على عقب مثل ما يقولون. في عندنا تجربة فراغ قصري عاشتها عائلة لمدة 7 شهور، طبعا هاي تجربة كلش صعبة، وقرروا أنه يشاركونا قصتهم ويانا. خلونا نشوف هالتقرير عنهم ونرجع لكم. أنا أدهم أسعد، مدير مبيعات بين لندن والإمارات. وأنا سلام الحاج من لبنان، عايشة بلندن، 6 بيت، عندي 3 شباب، وعندي شركة وكافي شوب. 19 سنة زواج، كان أصعبهم 7 شهور. ولما بتربطنا صداقة أكثر من قصة الحب اللي بيناتنا، يمكن ما كنا بينا سوا. مرحبا سلام، مرحبا أدهم. مرحبا. مرحب. طبعا بداية أهلا وسهلا بكم ويانا على كلام نواعم. أريدك تقول لي كيف فرقتكم كورونا وشنو كانت ظروف هذا الفراغ عليكم؟ والله أنا بين دبي ولندن عايش، العائلة زوجتي وولادي الشباب 3 صبيان عنا عايشين بلندن، وأنا كل شهر بقعد 3 أسابيع بدبي، بيجي بقعد 2 أسابيع بلندن. آخر مشوار كنت عندهم فيه كنت بشهر 3، ب3/3 تركت لندن ونزلت على بيروت 2 يومين ورجعت طلعت على دبي. وصلنا على دبي آخر الشهر كنت لازم أرجع، كانت سكرت الدنيا كلها. فراح شهر 3 كله 4 كله 5 و6 و7، وهلا لتلاقينا بشهر 9 لرجعنا تلاقينا. سلام، طبعا بحكم انك انت ربت منزل وامراه عامله وام لثلاث اولاد، قد ايه كان عليك صعب انك انت كنت لحالك وشايله هذه المسؤوليه؟ كيف كانت الضغوط عليك؟ ممكن تحكينا؟ أول شيء مرحبا. كانت كتير صعبة، هي مجرد أنك تجربة جديدة، شيء جديد عم بتعيشيه. يعني الحياة طالما أنت عم بتعيشي، طالما عم بيصير معك مستجدات من هون ومن هون، المفروض أنك تتعاملي معها. لما بتكوني لحالك بالصورة، يعني البارتنر تبعك منه موجود، أنت بتكوني إلى حد ما عم بتقومي بالدورين، وسبشل لما بيكون كمان معك 3 شباب يعني بأعمار بدهم سيطرة، بدك تنتبهي، بدك تديري بالك. سو انت بتكوني ويلك انه لازم تكوني قوية لتفرجيهم انه انت قوية وانه هن كيف لازم يواجهوا الأمور، ويلك انت انه كمان انت يونيد سبورت، يعني بدك كمان حدا يدعمك وبدك حدا يساعدك. فنحن عملنا اتفاق بيناتنا انه نحن حنمرق بأوقات اكيد حنكون فيها اتنيناتنا محبطين. حكما الاتفاق كان انه اللي محبط اقل بيساعد اللي محبط اكثر. حلو هالاتفاق. هيدا الاتفاق ساعدنا كتير لنتخطى صدقيني كتير أزمات. ما بعرف كيف بدي أوصف لك إياها، سبيشلي إنه في كتير مستجدات كانت غير إنه أدهم ما قادر يجي لعنا. يعني أنا فقدت والدي بهيدا الفترة، وهذا كان قمة الصعوبة كمان بالموت. الله يرحمه. بدوري بدي رحب فيكم وبدي لكم الله يخليكم لبعض، عن جد اسم الله كتير مهضومين. نسيت سلاميلي. أدهم، شو أكثر صعوبات واجهتها أنت كأب وكزوج؟ الريستريكشنز كانت كتير قوية، بشكل أنه ممنوع وممنوع وممنوع. إذا شفنا كل هالمواضيع قدامنا كانت عم بتصير، كنا عم نقول طيب أنا أمتى ممكن أرجع تلاقي بعائلتي؟ أنا أولادي شباب صاروا 18 وشوي و17 وشوي و12، يعني فعلا أنا جيت هلأ بعد 7 شهور ابني صغير اللي كان عمره 12 سنة جيت 6 أن ما عرفته، بطولي صار زلمي،
يعني هالمرحله اللي عم يتحول فيها من بيبي لا 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 لرجل انا ما كنت موجود حده، بس مرقت، بس اكثر من هيك ما فيه وجود.